ازول فلاون اسلام انوان نرطاوس سا تنخدم سكسو دي فاون سهلن كل يوم السناتي دي السوب بين في المرد فارد زيقنا عم كيسبوع عن كيني سكسو ينو سي فاون. اليوم جبت لكم طعام بالفول والجلبانة ان شاء الله يعجبكم. كيف نطيب كل واحد عنده تقنية تاعو كيف يطيب شاكان يسعى لاستيس نينس عم كيكسبوي نكينا عم كي السر دعو كل يوم تجيل فانتني يكذي فاونني ومن بعد نسقسمها ثنرا الفرن مقبل الفرن ني فاون كيني د سكسو د مزورو الفرويا هنا مقبل ما نطيب الفول هذاك ولا غير مفوار جوج خطرات الطعام ولا تاع السكسو تنفوار دو فوا ومن بعد اثنج دي الطرف ومن بعد ان ري فاون ني اثبون هنا كي فورت الطعام ومن بعد نروح ندير الفول مع الجلبانه نفورهم وندير لهم الملح والزيت والزيت هذيك تاع زيت الزيتون تعطي له بنه الفول هذاك ويخلي اللون اخضر هذا ما يكحلش الفول هذاك مع الجلبانه يقعد داك فيغ عم كستوري مخل مغاس الزيت سنو الملاح الزيت يكي تكسلي الزطي فاونيكي تكي لاستو سنينو ويانا اضغيق مني فاونيني ذي القاقل ويانا اضغيق لكولور نسنكا وتقالنا لذي بركاني خاصة اضغيق مني ماوذ اسكني اضغيق منكني فلار كلار اكاقيمان وبعد مي كبوير كلي مثلا سولي ما يبقى هنا راكو تشوفوا طاب الفول هذاك مع الجلبانه ومن بعد فوقو نزيد له الطعام باك يفور لا تروازيام فوا للمره الثالثه اذا كسولي مي فاوني يوك تجي لفنداني بوان هذا راسو في السكسوني ادي فور بوس ثلاثي فردان يعني اكا اسيفك الفنا يسكسوني يفاونني اد ما دي فور راكني اسيفك الفنا يسكسوني اد راح يفاونني دي سكسوني افندك نرض ميثيد نسخر داك سكسوني بس نخدم شطح الزيت وزمور افنج سيغي ميرسي كي صحنا صح نوان فوالا ان شاء الله عجبكم هذا طبق خفيف طبق قبائلي وتقليدي ان شاء الله عجبكم نقول لكم مع السلامة الى الفرصة القادمة ان شاء الله اونديني صحيت مليليتي ونص النظام ان شاء الله وتستمر تابوني اتخدم انجام مع السلامة باي باي.